سيقدم الطلبة أمامنا الآن عرضاً لمهاراتهم الخاصة في التعامل مع خصم مسلح باستخدام اليد الخالية، وكيفية الدفاع ضد السلاح الناري، وتحييد الخطورة البالغة بأقل قدر ممكن من الخسائر. تحييد الخطر وسحب السلاح من الخصم وطرحه أرضاً. إلقاء الخصم أرضاً مع كسر المعصم والسيطرة على السلاح. استخدام مهارات الأيكيدو وتطويعها بالعمل الأمني وطرح الخصم أرضاً. تكتيكات مركبة تبرز بها الطلبة مهاراتهم بتطويع الفنون القتالية بالعمل الأمني. التخلص من ضربات السلاح الأبيض والدوران لكسر المعصم. تفادي هجوم خصم مسلح بسلاح أبيض والسيطرة عليه باستخدام مهارات الأيكيدو. تفادي الضربات الموجهة باستخدام تكتيكات المصارعة بالرمية العكسية. الحفل الكريم، نشاهد من اليسار جهاز ألفا برايم يتقدم مجموعة من الأجهزة الرياضية المختلفة، والذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 10 أمتار، ويتكون من عدة مستويات، وهو وحدة تدريبية متقدمة لتدريب طلبة وطالبات الكلية تحت ضغط الأماكن المرتفعة والممرات الضيقة. ويظهر الطلبة والطالبات على الجهاز أثناء أداء وضع الطيران المؤمن بارتفاعات متصاعدة الصعوبة، مما يتطلب لياقة بدنية عالية وشجاعة وإقدام وكسر لحاجز الخوف. نشاهد على يمين ويسار الجهاز على حوائط التسلق مهارات الطلبة أثناء أداء مهارات التسلق الحر بشكل تتابعي. ويظهر على المستوى الأول من الجهاز الطلبة والطالبات أثناء أداء كاتة قتالية موحدة. وعلى الجهة اليسرى من الجهاز مهارات التسلق باستخدام السلم والنزول السريع والإخلاء بطريقة السلخ. وعلى المستوى الثاني والأكثر ارتفاعاً يؤدي الطلبة والطالبات كاتة قتالية أخرى أكثر تقدماً من خلال ممرات أقل عرضاً وأكثر خطورة، حيث تتطلب قدراً عالٍ من اللياقة والتركيز والدقة. وعلى المستوى الأعلى في الأجهزة المختلفة يمين ويسار جهاز ألفا برايم، نشاهد ميداناً معلقاً للموانع يقوم الطلبة بالتسلق أولاً للصعود، ثم اجتياز الموانع المتدرجة الصعوبة، وتنتهي بالنزول من خلال مواسير الإنزال السريع. ومن يمين جهاز ألفا برايم مهارات الإخلاء باستخدام الحبال الهرنس. ونشاهد على المستوى الأعلى والأخير من جهاز ألفا برايم مهارات الطلبة في رياضة الكاليستانكس، والتي تعتمد بالكامل على وزن الجسم وتتطلب مرونة واتزانا وتوافقا عضلي، وذلك بأداء أوضاع أفقية ورأسية ومقاومة الجاذبية، وهي الرياضة الأنسب لتحقيق أقصى أداء بدني بأقل المعدات، والتي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة عقب التخرج. كما يؤدي الطلبة في منتصف الجهاز على جميع المستويات تدريبات الكفاءة البدنية والأحمال، في حين يؤدي الطلبة على المستوى الأول من الأجهزة المختلفة على يمين ويسار جهاز ألفا برايم تمرينات البطن والعقلة والضغط والمتوازي وتدريبات الكفاءة البدنية المتقدمة بطريقة التعلق من خلال الحلقات الدائرية. تتطلب تلك التدريبات قدراً كبيراً من القدرة على التحمل والتركيز، وهي اختبار حقيقي للقوة والمرونة. وتعد تلك الأجهزة وحدات تدريبية لتطبيقات اللياقة والكفاءة البدنية
ونقل مستوى التدريب إلى درجات مرتفعة من الصعوبة ورفع كفاءة الاتزان وتفعيل التعلق المؤمن وإظهار المهارة لطلبة وطالبات الكلية. جدير بالذكر أن جهاز ألفا برايم يبلغ طوله 12 متراً بعرض يبلغ 6 أمتار في حين يصل ارتفاعه لعشرة أمتار، ومزود بشباك وحلقات معدنية وممرات ضيقة بعرض 60 سنتيمتر تمكن الطلبة والطالبات من التدريب على القتال الحر وفنون الدفاع عن النفس ومهارات التحرك في الأماكن الضيقة أثناء أداء المهام الأمنية والقتالية، مما يحاكي الواقع العملي بظروفه وملابساته، كما يدعم لدى الطلبة والطالبات مواجهة الارتفاعات الكبيرة أثناء المهام الأمنية المتنوعة. يشار في هذا الصدد إلى أن جميع هذه الأعمال التدريبية مؤمنة بالكامل بأحبال التعلق والحماية،